مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من انفاس سبور. نعود بعوده البطوله ومبارياتها ومجرياتها، وفي الاستوديو التحليلي اليوم كيحضر معنا الاعلامي الرياضي المرموق سي محمد ابو سهل. اهلا بك استاذ. شكرا. وقبل ما نبداو في الحديث على البطوله استاذ، ما يمكنش ما نتحدثوش على ما وقع في الكان وما وقع المنتخب الوطني. بغيت رايك في هذا الشيء اللي وقع وتجديد الثقه في الناخب الوطني وليد الركراكي. وكنعتقد مع هذا السيل الجارف وواحد السوق تحرك، يعني راه عندما تقرأ وتسمع وتتابع الآراء المتنوعة والمختلفة، راه بعضها يعني يخطئ أكثر مما أخطأه الناخب الوطني. من أي جهة أستاذ؟ من حيث، لأن أنا أحترم المحللين اللي هما كفاءات واللي يحلل، ولكن بمرجعية، يحلل بمعطيات ويحلل. أما الجمهور من حقه أن يتفاعل، الجمهور يتفاعل بالعواطف، والجمهور كيكون عارف شنو اللي كاين. ولكن الناس اللي في موقع ديال التحليل وفي موقع ديال الرأي وفي موقع، أنا أخاف، لأن أن يخطئ المدرب هو في مجتمع الخطأ، حيث يخطئ الحكام ويخطئ اللاعب ويخطئ حتى الإعلام. ولكن أن نخطئ احنا أيضا في المعالجة وفي التحليل، راه غادي نزيدوا احنا، لأن المرحلة راه ما خصنا نتبهوا لها كثير. هذه المرحلة هذه ديال فبراير يناير فبراير 2024، والصيف ديال السنة القادمة ليس ببعيد. فعلا 2025. لماذا مفروض علينا أن نقرأ هذه المشاركة وهذا الحصيلة جيدا بكل جوانب ديالها؟ هناك المؤسسة ديال الجامعة اللي وجدت كل الإمكانيات، وكاين هناك الدعم ديال جلالة الملك الله ينصره، يوفر الإمكانيات. الرياضة اليوم أصبحت من الأولويات في وطننا العزيز، بإرادة ملكية، إرادة سياسية. هذا هو علاش توفرت من الإمكانيات. من يوليوز 1999 عندما اعتلى جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، شفنا المراحل. لأن من قبل تاريخيا، وهذا يطول شرحه، ما كانش الرياضة من الأولويات، ان كان عندنا مشاكل كثيره من عهد المغفور محمد الخامس، الاستقلال والحركه الوطنيه وبناء الدوله، ثم من بعد المغفور الحسن الثاني، وشفنا ايضا كيفاش الاسس ديال واحد الدوله، وكيفاش ايضا استرجاع الاراضي المغتصبه، وجات المسيره الخضراء ردا على هذاك باش نسترجعوا الاراضي ديالنا، ولا عندنا ايضا قضيه الصحراء، ولا عندنا قضيه الجراد، ولا الجفاف، ولا وايضا الحراك اللي كان، المحاولات ديال الانقلاب مرتين، محاوله الضرب ديال الملك في السماء وفي الارض، وفي هذوك المشاكل كلها. يعني ما ولات عندنا الرياضه من الاولويات. انا صعيب تكون عندك الرياضه من الاولويات وانت عندك حوايج اخرى خصك تبني بلادك. ولكن فعاد جلالة الملك محمد السادس الله ينصره، شفنا المراحل، وكانت الرسالة الملكية ديال أكتوبر 24-25 في الصخيرات، اللي كانت فيها مجموعة ديال الأمور بحل خريطة الطريق أو خريطة الطريق هي، ولكن واحد سكانير قال لك أودي هالعيوب هالأعطاب هالمشاكل، ثم كيفاش الآن بدينا كننزلوا في هذيك 2008 كانت هاد الرسالة الملكية، واللي هي خصنا نبقاو نقراوها دائما. ثم كانت واحد تحطت واحد استراتيجية ديال السياحة، هذيك ما انتبهناش لها كثير. استراتيجية ديال السياحة، ديال التنمية السياحية، اللي داخلة فيها الرياضة من خلال التظاهرات الكبرى، ننظمها ونشارك فيها، ولكن ننظمها وننجح في تنظيمها بدعم من الدولة، ونشارك فيها ونحقق نتائج. لأن لا يعقل أن نوفر الإمكانيات الكبيرة من المال العام ولكن النتائج تكون معاكسة. إذن ما حدث في
في كان هو المشاركة رقم 19 بالنسبة لنا كمغرب كرة قدم وطنية، وهذه الدورة 34. حصيلتنا بالأرقام كتبين على أن احنا واحد 90 المرات كنا كنخرج من الدور الأول، والإخفاقات الأولى لها ما يبررها كيف. فإلى الأول لم تكن عندنا واحد الإرادة واحد الرغبة أن نتألق في إفريقيا. الدولة وجلالة المغفور الحسن الثاني كان تيشوف على أننا نكون أحسن في كأس العالم، وبذلك شاركنا في كأس العالم قبل أن نشارك في كأس إفريقيا. شاركنا في كأس العالم في 1970، ولكن قبل ما نشاركوا في كأس العالم ديال 1970 درنا محاولة في الستينات باش نشاركوا في كأس العالم ديال الشيلي ديال 62، حيث أننا تأهلنا على إفريقيا والفيفا زادتنا محطة أخرى فاصلة مع فريق ديال أوروبا، مع منتخب ديال أوروبا اللي هو إسبانيا، ولعبنا جوج المقابلات نهزمنا بهدف واحد 1-0 في الدار البيضاء و 3-2 في مدريد. ولكن هذا كيبين أن الرغبة ديالنا كنا كنشوفوا من الشمال ليه، لا لم ننتبه إلى ما نعيشه اليوم في إفريقيا، وكانت عندنا الرغبة. إذن هذه المشاركات كلهم تبان على أن كنا دائما نكرر نفس الأخطاء ونفس الهفوات وكنحصلوا نفس النتائج. اليوم راه كاين الرد ديال الجامعة الملكية المغربية بهذاك البلاغ اللي خرج بعد 7 أيام عن الخروج، الجامعة تمزق الصمت وتخرج بواحد البلاغ كتقول على أن كانت اجتماعات تقييمية بين رئيس الجامعة وفي نفس الوقت سي فوزي القجع هو رئيس لجنة المنتخبات، ولكن خلص هادشي كله إلى تجديد الثقة. الناخب الوطني الشرط الكبير هو تجديد الثقة، ولا ينبغي تجديد النكسات. فعلا تجديد الثقة أي ما كاينش مشكل. بعد هذا النقاش ديال الأشخاص نناقش أنا وياك اليوم واش الركراكي غادي يبقى، ولا يا إما غتكون عندي أنا شي حسابات معاه، ولا غيكون عندي معاه شي عواطف. أنا لا هادي ولا هادي، أنا هذا راجل يشتغل خصو يقوم بواحد الدور ديالو. أنا والد الركراكي يبقى ولا ما يبقاش أنا لا يحركوني فيه. أنا نفرح إلى نجح كمغربي على غير الحسين عموته وغيره، ولكن أتألم إذا أخفق، لأنه هو راهنت عليه الجامعة الملكية المغربية، وهذاك الرهان جابوه باش بشروط وبأهداف. الهدف الأول هو بلوغ على الأقل نصف النهائي في كأس أمم إفريقيا، ثم التأهل إلى كأس العالم. وهذو الحويجات كلهم ماشي جداد على كرة القدم المغربية، هذا ماشي سقف. رحنا وصلنا لدينا كأس إفريقيا في 76، وصلنا للنهائي في 2004، كنا في رتبة ثالثة في 1980 في نيجيريا، كنا في نصف النهائي رتبة رابعة في 86 في مصر و 88 في المغرب. رحنا ماشي رابع على هذا، وفي كأس العالم احنا 6 مرات. يعني الرهان وليد الركراكي الآن هو أداة من الأدوات لإنجاح هذا المشروع. يمكن هذيك لابيس تخدم ولا ما تخدمش، كرة القدم المغربية راه غادا، وحنا وليد الركراكي راهنا عليه جوج الحويجات. وليد الركراكي بين كأس العالم وبين كأس إفريقيا، وهذا راه إلا قريتي قراءة معمقة بالأرقام راه تيبان على أن راه كاين حوايج أخرين اللي دخلت في التوهج ديال المنتخب الوطني المغربي واللاعبين اللي عطاو كل ما عندهم، خلافا لنفس العناصر اللي كانوا تما، نفس العناصر اللي ما عطاوش داك الشيء اللي كاين هنا. وهذا هو هذا هو السؤال المحير، واش هذا لغز؟ لغز يعني يصعب فكه ولا لا؟ هو في الرياضة ما كاينش لغز، نقدروا نقولوا الحظ كاين. الحظ في الحياة كلها كاين الحظ،
ماشي غير في الكورة. اللغز هو الناس اليوم كتشوف الكوت ديفوار الخارج من بعوت من الرماد، والان هو كيصنع المجد ديالو، غادي يجي باش يقلب على فرصه اخرى، وغادي هو في النهائي. كاين منتخبات صغيره اللي جات تحضرات، كاين منتخبات للاسف المنتخبات الخمسه اللي كانوا في كاس العالم ما كاينينش الان في النصف النهائي، ما كاينينش في النهائي. هذا ماشي لغز، ومساله ديال العمل، ومساله ديال مرحلتين، مرحله ديال دور المجموعات فين يمكن لك تجمع النقيطات وفين يمكن لك دير تعوض ما يمكن ان يضيع، ومرحله ديال الخروج المغلوب اللي خاصك تكون عارف. وليد الركراكي لم يحقق ما حققه كلاعب مع بادو زكي ملي وصلوا للنهائي، ولكن وقعت اخطاء، وقعت اكراهات، هو براسه جا واعترف وقال هذيك، ولكن الفشل ديالو لا يعني فشل المؤسسه ديال الجامعه اللي بدلت. الان الامكانيات كلها متوفره، وبقات خاصنا شي حاجه، هذاك الشيء اللي باقي خاصنا هو راه ما هو تقني، ما هو بشري. عندك واحد لا احنا ماشي محتاج ان علاش الناس يتقلقوا الا ديتي معك واحد اللاعب مصاب؟ شنو السبب ديال القلق ديال الجماهير؟ لانهم يدركون جيدا على ان المغرب عنده واحد الثروه، اكبر ثروه ديال اللاعبين المحترفين ديال المواهب، كاينه في المغرب وكاينه خارج المغرب، وعندنا حنا جوج الانواع ديال المواهب. عندنا موهبه اللي كتزاد في المغرب، وعندها موهبه اللي كتولد في المغرب ولكن تتبقى مرتبطه بجذورها مغربيه. كتولد على برا المغرب. مثلا خارج المغرب واحد مشى من هنايا، مشى كتلقاه مشى خطرته في ظروف ديال البحث عن عيش افضل، ومشى تما وتزوج وولد الاولاد، واحد النهار هذاك يعتز ان ولده يلعب للمنتخب الوطني المغربي. هذوك حتى هما مواهب مغربيه. اذا كتجمع كتلقى واحد الثروه كبيره. إذن هذه الثروة الكبيرة هي التي تقلق وتزعج عندما أنك أنت تدي واحد اللاعب اللي هو مصاب. علاش؟ راه ما مزياناش لذاك اللاعب، ما مزياناش للمدرب، وما مزياناش لينا حنا كاملين نديروا هذيك. وهذاك المدرب هذاك اللاعب غادي نديوه كأنه هو اللي غادي يدير مع الكرة. لاعب متميز في فرقته، لاعب مزيان، ولكن كرة القدم في المنتخب الوطني المغربي، المنتخب كناخذوا الجائز ديال ذاك النهار اللي غادي يحقق المطلوب. ذاك النهار اللي في الاحتراف راه مدرب لاعب الا ما نعشش مزيان الصباح كيقول للمدرب السي المدرب انا رانا ما جاش الفكر الاحترافي، الفكر الهاوي. راه خطات كتلقى لعاب خازن شي ضريبه وباغي يلعب شي مستوى، بغي يدبر على البريم وباغي يدير داكشي، راه ما بقاش. هذا هو علاش تقلقنا، ولكن تقلقنا علينا ان نعرف كيف نغضب وكيف نقلق، حتى لا نخرب كل هادشي اللي كيتبنا، وحتى لا نرتكب ايضا نحن بدورنا هادو اللي تيديروا التحليل وهادو اللي كيديروا الراي وهادو اللي كيديروا كل شيء، نخاف اننا تحنا كنا نغلطوا ونديروا شي خطا اكثر من داك اللي دار وليد الركراكي، وتحنا نوليو اوت ونوليو تحنا اورجر. لا، خصنا نعرفوا شنو اللي غادي نديروا. المحلل في مكان، والحلل والصحفي عنده دوره، هو ضمير ديال هذا، والمسير كل واحد يتحاسب في مجاله. راه ساهل نجيو انا وياك هنا اليوم نقول لك هذا الشيء كله خصو يمشي في حالته، ومن بعد فين؟ شنو المغرب يستحق افضل، وهذا وعي عندنا حنا. حتى وليد الركراكي ما عليه ما خصوش يقلق، لان بان لينا في ديك الندوه الصحفيه متوتر وتيشرب الماء بزاف. لا وليد، راه بالامس ما تنساش، راه ماشي حنا اللي ماشي الجماهير اللي نسات، لا الجماهير ما نساتش. ملي توهجتي خرجوا الى الشارع فعلا، وكنت في القصر الملكي، وكنت كل شيء، وباقي الان تيحترموك الناس، ولكن عندما يعني اخطات الحساب تقلقوا عليك، ولكن راه ذاك القلق مقرون بالحب وعتاب المحب عتاب، لان يبقى الحب وما بقي العتاب. هذا
إذن سي أبو سهل، اللي فهمت من كلامك أن هذا الإقصاء ديال كان خاصو يكون مناسبة لاستخلاص الدروس، ونعودوا ترتيب الأوراق باش نحصلوا على إنجازات أفضل مستقبلا. لا، هو استخلاص الدروس هاد المحطة كتفرض علينا نقراو كتير. علاش؟ لأن أولا المشاركة ديالتنا هو الدروس دي ما كاينين. شنو الدروس اللي ما تقراتش مزيان؟ وعندما خرجنا من كأس العالم برتبة رابعة، وكانت فرحة ديال 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 الوطن، وتسربت هذاك الفرحة لتشمل أيضا العرب والأفارقة، ونبتهجوا جميع. راه ما سهلاش، وهذا هو الدور اللي كيقوم به المغرب الآن مع جلالة الملك عندما عدنا إلى حاضرة الاتحاد الإفريقي 2017. احنا رجعنا باش نكونوا فاعلين، باش نساهموا في التنميه ديال افريقيا، ونديروا الاسعاد ديال افريقيا، ونديروا بزاف ديال الحوايج. ولكن ماذا حدث بعد دجنبر 2022؟ تزادتنا واحد الفرحه كبيره، انتصرنا على البرازيل. البرازيل فعلا استاذ انتصار ايضا تاريخي وغير مسبوق. هذه تاهي كتزاد عندنا وكتزيد تنفخنا، ومن حقنا حنا، لان المغربي عز عليه النخوه المغربيه ديالو. ولكن جات مراحل لتقول لنا احذروا، على ان راه كاين اشياء اخرى تنتظر العمل، وعلى ان المنافسات الكونيه في العالم في المونديال ليست هي المنافسات في افريقيا. افريقيا لها خصوصيات المناخيه، الطبيعه ديالتها وديال الشراسه ديال التنافس ديال اليوم. دوك اللي صفقوا لك في افريقيا هما غيوجدوا ليك، لان حتى هما غيتنافسوا معك، وتنافس مشروع، ومن حقهم يقلبوا عليه يربحوك. انت هي راسك، انت عليتي السقف واصبحت الانظار توجه ليك. كان تعادلوا مع الراس الاخضر، وننهزم امام جنوب افريقيا في لقاء رسمي، ولو اننا غادي نقولوا في بريطانيا، نقولوا حنا كنا مأهلين ديك الساعه. لا يا اخي، النتيجه كتحسب في التصنيف ديالك. ثم نتعادل مع الكوت ديفوار. اذا ثلاثه ديال الاختبارات افريقيا بعد الفوز على البرازيل، راه تحط شي واحد على الورق وتقول لي انا غلبت البرازيل وما قدرتش نغلب جنوب افريقيا، وما قدرتش نغلب الكاب فير، وما قدرتش نغلب الكوت ديفوار. راه شي حاجه ماشي هادي. هادو هما الاختبارات الحقيقيه، هادو لي تيست اللي تبين لك على ان راه خاص تخدم بزاف، خاصك دير. ثانيا هو غير السي وليد الركراكي، غير واحد العداد، بدا كيشبب مزيان داكشي كله اللي كيدور. وليد الركراكي يعني التكوين ديالو، الطموح ديالو، والمعارف ديالو تيكونها، خصو يعرف على ان هذا الرهان على الاطار الوطني راه حتى هو تيتحمل مسؤوليته كمدرب مغربي كيبحث كيجتهد، ولكن هو راه يعتز به الاطر المغربيه، لان بداك الشيء الحق هو اطر مغربيه مشات كتشتغل على برا. ولكن راه الفرق كبير ما بين، اذا كاين رهان فيه جوج ديال كاين الشق ديال العالمي، حنا حققنا فيه داك الشيء اللي حقنا، وتا هو خصنا نرجعو نقراو مزيان. الفترة الزمنية بين التعيين ديال وليد الركراكي والدخول ديال كأس العالم هي 81 يوم. ما كايناش ان 81 يوم غتصوب فيها فرقة وغدير داك الشيء كله وغادي تغلب العالم كامل. الأمر يتطلب وقت. ولكن العناصر كانت موجودة، الأرضية مهيئها الجامعة، وهيئها المدرب الثاني اللي سبق، أو المدربين اللي كانوا سبقوا هيئوه. هذيك راه كاين اللي شارك 4 مرات في كأس إفريقيا. هذوك الأولاد عندهم طموح، وطبيعي أنهم غادي يكونوا مزيانين. أولا كان فيهم واحد المجموعة ديال الغاضبين أو المغضوب عليهم مع المدرب الآخر. إذا عندهم رسائل خصهم يوجهوها للعالمين، على أن حنا راه داك اللي بغى يجري عندنا، حنا راه قادرين نديروا نحقوا. ثانيا كاين هاد اللاعبين تيبغيو بلادهم، ولكن راه
في نفس الوقت كيسوقوا رؤوسهم. في نفس الوقت. لأنه ما كلهم غادي يقلبوا على دي كونتر جداد بإمكانيات كبيرة بعد 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 مزيان. إذن كل هذه المعطيات اجتمعات، مدرب جديد، نفس جديد، رسائل، طموح بزاف في العالم، كل شيء أعطانا ما أعطانا. ولكن ما حدث من بعد خصو حتى هو نقراوه. نقراوه في 2024 ولكن باستشراف المستقبل ديال 2025. 2025 راه عندنا رهان، راه البلاد الآن تتحرك لمحطتين كبيرتين، واحدة قارية والأخرى عالمية، وخصنا ننجحوا في هذا الرهان هذا على هاد الجوج ديال أخطأنا. ماشي غير أخطأنا، غادي تبان أن بيناتنا حزازات مدفونة وكل واحد يتسنى الآخر. أبدا ما يمكنش، راه دابا كلنا في خندق واحد. الإعلام شفتي كيفاش كيتعامل، حاضر بقوة، كيدير، كاين الدولة اللي وفرت جميع الإمكانيات باغا دير. ولكن ملي تيقول لك وليد الركراكي شكون قال لك انت تجي غادي تقول انا المسؤول؟ حقيقه انت المسؤول، ولكن راه خاصك تكون قريتي. راه ساهل تقول انا المسؤول، راه كاع المدربين تيقولوها، تيقول لهم الا غلطت انا المسؤول ولا هذا، لان الانتصار عنده ألف اب والهزيمه يتيمه. ولكن هذا ما يعنيش انت مسؤول. انت الان كاين تجديد الثقه، ولكن راه اللي كيرفض الجميع هو تجديد النكسات وتكرار نفس الاخطاء. خصنا نفضيو هادشي. عندك لاعبين نجوم كبار، الا عندك لاعبين كبار وما قدرتيش تصوب فريق راه صعيب. لاعبين كبار وما تصوبش فريق راه صعيب. عندك لاعبين وما عندكش فريق. هو كنتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل. هو ديما الامل كاين والطموح كاين، وغير مزيان هذا التحول اللي كيشجف جهادي. لان قبل راه كانت هزائم عصفت بالجامعه وبمكتب جامعه ومكاتب جامعيه. راه رجعنا من كاس العالم ديال 94 تهزات الجامعه، نهزمنا هنا بخمسه لواحد مع الجزائر وتهزات الجامعه وتغير كل شيء. ولكن كان كل شيء تيبين على القلب. الان كاين حوايج اخرين نديروا التغيير، ولكن بالاستقرار وبالهدوء، وكل واحد يتحمل مسؤوليته.